اللهم ارحم الشهيد صدام حسين غصبا على اللي يرضى واللي ما يرضى، ولعن قبر ولشت محمد العريبي واللي مخلف محمد العريبي وكل الذيول اللي رعبهم صدام وكان دايس على راسهم بالقندرة ومخليهم بالسبتتنك ما يتنفسون، لحد ما جت أمريكا وفتحت مجاري العراق وطلعت لنا هذه الحشرات. وما نقول غير الله يطيح حظك يا أمريكا على هالدقة الناقصة اللي سويتيها بالعراق.